من احلى وافخم انواع الجاتوهات الملفي، وكمان من ابسطهم لانه في 10 دقايق هيكون جاهز. يعني لو نفسكم تاكلوا حاجة حلوة سريعة قوموا اعملوا على طول الملفي، بجد مش هياخد معاكم وقت ولا فرن بقى ولا اضافات كتير. وكمان الباستري كريم هنعملها على البارد بطريقة سهلة جدا وسريعة، وفي الاخر النتيجة والشكل بيبقى حلوين جدا، يمكن كمان احلى من الجاهزة اللي بنشتريها من بره، واوفر كتير طبعا مقارنة بسعرها. وكمان الباستري كريم مكوناتها بسيطة جدا وسهلة قوي، اي حد مبتدئ يقدر يعمل احلى جاتوه في الدنيا. قبل ما ابدأ، انا اسمي ايمان، لو اول مرة تشوفوني من فضلكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشير ولايك لو الوصفة عجبتكم. يلا نبدأ على طول. اول حاجة هنبدأ بالكريمة، هي دي كل مكوناتها: كوباية من الباستري كريم البودرة، ونص كوباية كريم شانتي بودرة، ودي بتفرق جدا في الطعم، خليه خفيف وحلو جدا. ممكن بقى نضيف معلقة صغيرة او 2 سكر بودرة لو حابين، لو مش حابين ممكن نلغيها خالص لان الباستري كريم مسكر، يعني ممكن ما نحتاجش سكر خالص. يعني ممكن تضيفوا معلقة كده وتدوقوا بعد ما تخفقوا الكريمة، ولو حاسين ان انتوا عايزين تاني تضيفوا. هحتاج 2 كوباية من المية المتلجة او اللبن المتلج. ضفت الاول كوباية وخفقتها، لقيتها لسه القوام تقيل بالشكل ده، ابتديت اضيف نص كوباية في نص كوباية لحد ما اوصل للقوام الخفيف اللي انا عايزاه. انا مش عايزاها تقيلة، عايزاها تكون خفيفة علشان تطري الملفي والملفي يعرف يمتص الكريمة. هو ده القوام المظبوط، هو ده بقى القوام المظبوط، واللون قوامها بيبقى خفيف زي ما قلت لكم، بتبقى طريه شويه كده بس بتبقى خطيره. الكريمه دي نقدر نستخدمها في الاكلير او البروفيترول او في بلح الشام، تزيين التورت يعني مش بس للملفي. هحطها بقى في كيس حلواني واختاروا الشكل اللي يعجبكم، ممكن تبقى ساده او ورده زي ما انا عامله كده، واحطها كمان في كوبايه عشان اعرف احطها كويس في الكيس من غير ما تبهدل الدنيا. بالشكل ده الكمية دي ممكن تكفي اكتر من 6 قطع جاتو. عايزة بس اوريكو النقشة بتاعتها عاملة ازاي، ونقدر نعمل بيها اشكال وروزتات، بتبقى حلوة جدا وبارزة ومش سايحة، بجد بتبقى ممتازة. المهم كمان ان احنا ندخلها التلاجة 5 دقايق كده قبل ما نستخدمها علشان تدينا افضل نتيجة. الملفي بقى انا استخدمت الجاهز، جبت الديسكات الصغيره دي، بيبقى فيه ديسكات كبيره ممكن تستخدموها، بس انا حابه اني اقطعها من دلوقتي كده باحجام متساويه على قد قطع الجاتو. ده هيوفر معايا وقت كتير لاني لو عملتها على بعضها هضطر استنى ليله كامله قبل ما اقطعها، لان الملفي ما ينفعش يتقطع بعد ما يتعمل على طول، لازم يبات ليله علشان يبقى ما يفرفتش وما يتكسرش مننا. فالخطوة دي هتسهل علينا كتير جدا ان الجاتو يبقى جاهز في 10 دقايق زي ما قلتلكم في الاول. بقى كل الكمية اللي انا عايزاها، ونضفت كده الفرافيت اللي هو بيعملها لان هو بيفرفت كتير جدا لما بيتقطع، وابدأ بقى اشتغل كده على رواقة قطعة قطعة. وابدأ بقى احط طبقة من الكريم على شكل روزتات كده، بتبان من الجنب، بيبقى شكلها حلو جدا، احلى كمان لما نحطها ونمسحها بالسباتولا. ده الشكل التقليدي، لا الشكل اللي احنا عاملينه ده بيبقى افضل بكتير. بصوا بقى شكلها حلو ازاي، يعني ممكن تتاكل كده لوحدها. هحط عليها الطبقة التانية واضغطها كده علشان تكون متماسكة. ممكن تكتفوا بطبقتين او تعملوا زي ما انا هعمل كده 3 طبقات عشان تبقى عالية وحجمها كبير وشكلها كمان حلو جدا.
المفروض بقى ان احنا كل طبقة بنحطها بنضغطها كويس علشان تتماسك مع بعض. انا حطيت بقى طبقة من السكر عليها سكر البودرة، لو عايزين تضيفوا عليها مربى او شوكولاتة. بناخد الطبقة الاخيرة دي بره نحط عليها طبقة المربى او الشوكولاتة وبعدين بنحطها على بقية الجاتو، لكن لو سكر بودرة هنعمل زي ما انا بعمل كده، انا بحب كمان شكل السكر يبقى موجود في الطبق فحطيتها عليها على طول. كده مفيش احلى ولا اسهل من كده، بيبقى جاهز معانا في 10 دقايق، طعمه وشكله حلو جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، جربوها وقولولي رأيكم، وبالهنا والشفا.